ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه بس. عن ابن عبد الله بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن أبيه في صحيح مسلم رواه عنه جمع من الثقات، ومنهم رجل اسمه محمد بن عجلان المذهبي. البدري المدني. نعم. محمد بن عجلان هذا المدني ثقة دون الثقات الآخرين الذين تابعهم هو في رواية الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم. ثم جاء الحديث في سنن داود وغيره من طريق محمد بن عجلان المدني عن عامر بن عبد الله عن أبيه بزيادة ولا يحركها. محمد بن عجلان حديث مرتبة حديثه عند العلماء مرتبة الحديث الحسن، يعني كل حديث يرويه من عجلان هذا لا يحكم على حديثه بالضعف ولا يحكم على حديثه بالصحة وإنما بالحسن. لما؟ لأن علماء الحديث لاحظوا في حديثه ضعفا، لكن هذا الضعف لن يشتد به ليجعل حديثه ضعيفا، ولكن أيضا لم يسلم من الضعف ليجعل حديثه صحيحا. محمد بن عجلان كثر الرواة عنه لو كان ابن عجلان ثقة في 100% وحديثه في الأصل يكون صحيحا هؤلاء الرواة جمهورهم رووا الحديث عن محمد بن عجلان بدون زيادة ولا يحرفها، واحد منهم روى عن محمد بن عجلان ولا يحرفها. معنى هذا أن هذه زيادة شاذة من ناحيتين، والناحيتان في الحقيقة يجب في المعادلة بينهما أو المراجعة ترى. حينما يقال أن هذه الزيادة شاذة معناها أنها خطأ، فالآن الخطأ ممن؟ إما أن يلصق الخطأ بمحمد عجلان أو بأحد الرواة الذين رووا الحديث عنه، لكن هذا الراوي عنه ثقة أوثق منه، أوثق من ابن عجلان. أيوة، حينئذ لا نلصق الخطأ بالراوي الثقة الثقة، وإنما نلصق الخطأ بابن عجلان لأنه ليس ثقة ثقة بل هو حسن الحديث كما ذكرنا. إذا لو لم يكن هناك رواة
رواه الحديث مع ابن عجلان كما ذكرنا في صحيح مسلم. وكان ابن عجلان تفرد بحديث عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن جبير انه راى الرسول يشير باصبعه. لكن ابن عجلان مرة زاد ومرات لم يزد، فننسب الخطا اليه يقينا احسن ما ننسب الخطا الى الثقه الذي رواه عنه. مره ايوه وهذا طبيعه من ليس قوي الحافظه. لكن ما بالك ان الثقات الذين شاركوا ابن عجلان في متابعته في روايه الحديث عن عامر بن عبد الله عن ابيه كل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة، فإذا ثبت أن هذه الزيادة شاذة. هذا النوع بارك الله فيه من دقائق عن الحديث، لأن جماهير المشتغلين من الحديث خاصة مالك الحديث اليوم ينظروا إلى سند أبي داود عن ابن عجلان، ابن عجلان حسن الحديث، هذا الحديث حسن، لكن ما بيلاحظوا بقى الروايات الأخرى ويصفوا المسألة قصدي بحيث يخرج معهم مثال من حديث الشاذ، وهذا من أمثلة الحديث. نعم فكك في عيادة الله. طيب أنا ما أعرف هذا موجود إذا ما أعرف هذا يقول جاعد بكرة الصفحة أهل شاء الله.